أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شنت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 60 ضربة جوية على قرى وبلدات في ريف أرقة الشرقي مخلفة قتلى وجرحى. وقالت مصادر محلية إن الطائرات الروسية استخدمت القنابل العنقودية في هجومها على بلدة زور شمر ومعدان ومخيم نازحين في زور شمر، سقط خلالها 7 قتلى أغلبهم من النساء والأطفال. فجر جهاز مكافحة الإرهاب بالجيش العراقي معملا لتصنيع العبوات الناسفة شديدة الانفجار تابعا لمقاتلي داعش، فيما عثرت القوات على معمل لتصنيع مئات العبوات الناسفة غربي الموصل. وأكد مصدر أمني أن العشرات من أفراد التنظيم سلموا أنفسهم، كانوا مختبئين في أنفاق تحت منزل بحي الميدان في مدينة الموصل القديمة. استعاد الجيش اليمني جبل الدرب الاستراتيجي في منطقة الكدحة في مديرية المعافر جنوب غرب محافظة تعز. ووفقا للمصادر فإن المعارك الدائرة هناك أسفرت عن قتل وإصابة العشرات من مسلحي ميليشيات الحوثي وصالح، إضافة إلى إعطاب طاقم عسكري جراء استهدافه بمدفعية قوات الجيش الوطني. قتل أفراد من جماعة طالبان عشرات الأطباء والمرضى في مستشفى بعد السيطرة على بلدة تايوارا في ولاية غور في أفغانستان، وفقا لما أكده مصدر في الشرطة الأفغانية. وسيطرت جماعة طالبان على هذه البلدة بعد أسبوع من المعارك العنيفة مع قوات الأمن الأفغانية. تتأهب ولاية هاواي الأمريكية لاحتمال وقوع ضربة صاروخية باليستية مصدرها كوريا الشمالية، لتصبح بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة تقدم على مثل هذه الخطوة. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن وكالة إدارة الطوارئ في ولاية هاواي أعلنت إطلاق حملة توعوية حول ما يجب فعله في حال تعرضت الولاية لهجوم صاروخي. قدمت مصممة هولندية مشروعا ثوريا لتحويل النباتات إلى بطاريات تعتمد على المياه والتربة لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة لإنارة المصابيح. المشروع يحمل اسم Living Light، وتعتمد فكرة عمله على إنتاج النباتات للطاقة الكهربائية بواسطة البكتيريا الموجودة في داخل التربة. إلى اللقاء.